طيب تعالوا نشوف مع حضراتكم مؤتمر الصحفي لكابتن حسام البدري وماذا قال المدير الفني لمنتخبنا الوطني، ماذا قال وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. دايما بكرر بقول طبعا يعني الإعلام بيبقى منارة، ومنارة مهمة جدا لينا كلنا وللرياضة طبعا، لكن بأكد على نقطة ان اما بيكون في رأي مجرد من اي حاجة بيبقى مهم جدا، لان طبعا اكيد بنتابع الإعلام، واكيد يعني انا بشيد وبشكر كل اللي بيتناول الموضوعات بشكل من الموضوعية والمنطق، وفي نفس الوقت بيبقى دور الإعلام مهم جدا، لان عاوز أكد على نقطة، ويمكن يعني في زملاء كانوا بيدربوا قبل كده، وفي زملاء حتى لما كانواش بيدربوا قبل كده على وعي كبير جدا من تناول الموضوعات. في توقيتات طبعا بيبقى صعب جدا على اي مدير فني ان هو يتناول المواضيع بالتفصيل، لان في فترات زي ما بتبقى في منافسات او في مباريات او الاعداد لمباريات بيبقى تناول الموضوعات بشكل معين. فنقول الحمد لله احنا تأهلنا، ويمكن انا قلت قبل كده ان الفترة دي وقلتها من فترة بعيدة، يمكن الناس ما خدتش بالها من التصريح اللي انا قلته، ان المرحلة دي مرحلة اهداف، وما قلت مرحلة اهداف عشان اسباب معينة، وما بقولش مبررات. في فرق بين الاسباب يا جماعة، وفي فرق بين المبررات. الاسباب اما بتبقى فيه احداث وبتبقى فيه صعوبات زي اللي احنا عشناها على مدار سنتين طبعا علشان كورونا وحالة الارتباك اللي موجودة في العالم كله، فأكيد طبعا بيبقى فيه صعوبات موجودة الواحد شايفها ومتوقعها، وأي واحد بيبقى عنده خبرة بيبقى متوقع الكلام دوت. وشفنا حتى اللي أنا عاوز أقوله، إن الأجندات على مستوى المنافسات يمكن اتأجلت واتضغطت، والناس يعني عدت عليها، مش كل الناس، في ناس عدت عليها ان ده عادي، لا ده مش عادي، ده طبعا صعوبات كبيرة جدا جدا، حالة ارتباك موجودة على العالم كله، والحمد لله الهدف الاول اتحقق وهو التأهل، بالرغم ان في صعوبات وفي حاجات انا مش راضي عنها طبعا، لكن الهدف اتحقق. وما الهدف اتحقق لازم اشكر كل الناس اللي شاركت في الهدف دوت، سواء الادارات السابقه زي اللجنه الخماسيه طبعا كان ليها دور، اللجنه الثلاثيه اللي موجوده دلوقتي، كل اللي موجودين معايا، الاجهزه اللي موجوده معايا كلها، الاداريين واللاعبين، وبشكر بالاخص طبعا اللاعبين، لان اللاعبين هي اللي بتنفذ، وهي اللي يعني المنفذ في الاخر اللي بتحقق الكلام ده، ورغم كل الصعوبات دي. وشفنا يعني نرجع كده شويه لورا نشوف التجمعات الخاصة بالمنتخب والصعوبات اللي كانت موجودة، ومبتدئة المباريات، والدوري كان موقوف، حاجات كتيرة مش عاوز أخش فيها دلوقتي، لكن الناس بتنسى. يعني الناس لما بتيجي تحلل الموقف بتحلل الموقف في وقته، وبتنسى هل الاستعداد والتحضير والصعوبات اللي عاشها أي فريق، مش المنتخب بس، حتى على مستوى الأندية الناس بتعيش صعوبات، لكن المهم بيبقى تحقيق الهدف. فأنا بشكر الناس كلها على تحقيق الهدف، وبقول الحمد لله. وفي نفس الوقت عندنا مباراة مهمة جدا، مش معنى ان انا بقول ان احنا حققنا الهدف ان احنا طبعا يعني المباراة اللي جاية بالنسبة لنا مهمة جدا لأشياء كثيرة جدا، يمكن لكون منتخب مصر موجود في المجموعة فله وضعه وله اسمه، ان شاء الله بإذن الله نعمل مباراة جيدة ان شاء الله ونحقق الهدف فيها. قدامنا مراحل صعبة كتير جدا جاية، عاوزة ان احنا معنويات تبقى طبعا عالية، وفي نفس الوقت العناصر اللي احنا بإذن الله حتى بنكتسبها تبقى عندها الثقة في نفسها في وسط المجموعة المميزة طبعا اللي موجودة في منتخب مصر. الأسماء الكبيرة، في أسماء كبيرة موجودة في منتخب مصر بتتحمل المسؤولية، لكن بقول الحمد لله اتحقق الهدف، وبشكر اللاعبين. الإعلام هو اللي بيوضح كل حاجة، والإعلام هو اللي بينقل الصورة عن المنتخب وعن الأندية، لكن ده طبعا مش يعني ان انا ابتديت ان انا بقول ان الإعلام منارة، بقول الكلام ده عشان في مشاكل او كده. هو طبعا مش عاوز يعني اخد زي ما انا قلت في البداية ان مش كل مرحلة بقدر اتكلم بشكل مفصل، يعني انا لسه عندي مباراة تانية، وكان عندي مباراة قبل كده، فما بتكلم بشكل معين. حتى ما بتسئل يعني ممكن الناس تسألني على مشاكل لاعبين وكده، مش حاضر في الوقت الحالي أقولك بالتفصيل حاجات، لكن في إخوة زملاء
انا سمعتهم في برامج وكده اتكلموا، قالوا حتى ان حسام البدري استحاله هيتكلم في تفاصيل، وده مظبوط وبشكرهم على وعيهم، لان في المرحله دي في مباريات فمش هتكلم بالتفصيل، لكن زي ما انت بتقولي بيبقى فيه طبعا يعني موضوعات انا بستغرب عليها جدا. ويمكن سؤالك برضو زي ما انت يعني بتحاولي توجهي لي انا بوجه لك السؤال، كونك ان انت سالت السؤال ده انت حاسه ان في حمله، حاسه ان في حاجات مش منطقيه حوالين منتخب مصر، ودي كلها طبعا بتبقى لاسباب شخصيه، ويعني انا مش عاوز اخوض فيها. لا مش الملعب خالص طبعا، طبعا انتوا فاهمين كويس قوي، كلكم فاهمين كويس قوي، مش الملعب خالص يعني. لان اما بتكلم تاني عشان اشرح كلامي، اما اتكلمت على الصعوبات لازم نبقى احنا متاكدين ان انا مش بقول مبررات. ما ينفعش يعني اما الناس بتتكلم على انسجام وفرقه تأدي بالشكل المطلوب وكده، اما اكون انا متجمع قبلها بثلاث ايام انا جاي عشان احقق هدف، مش معنى كده بقول ان انا مش هقدم عرض، لكن انا جاي عشان احقق هدف، لكن عندي صعوبات. اما يبقى عندي لاعبين بينضموا ليا الساعه 10 الصبح في اول تمرين ليهم ونسافر الساعه 2 الظهر او 3 الظهر على طول على كينيا، وناس بتخوض في موضوعات تانية اخرى